اعداد هائله برضه جايه في على مرمى من البشر كده في الاتجاه برضه القاهره. وسيحكم الكثير علي وعلى اسري. قرر الرئيس محمد حسني مبارك. هل في واحد مصيب بجرح او هل في واحد مصيب بطلقه راس من عندنا؟ ساعتان واكبر معوق لحركه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من مباشر مصر. نبدأها بالحديث عن حالة الطوارئ التي فرضت في مصر أو التي تم تمديد هذه الحالة في مصر، وهذه للمرة 11 على التوالي في عهد السيسي، بعنوان السيسي يصدر قرارا جمهوريا بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر. هذا ما عنونت به اليوم السابع. ماذا تعني حالة الطوارئ؟ حالة الطوارئ هي قرار يتخذ رئيس الجمهورية، وهو إجراء يضع قيودا على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، والأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها. كما تنظم حالة الطوارئ تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الاستيلاء على أي منقول أو عقار، وفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وإخلاء بعض المناطق المختلفة. تاريخ فرض حالة الطوارئ وفقا لتقارير لمركز القاهرة للدراسات لحقوق الإنسان، طبقت حالة الطوارئ للمرة الأولى تحت اسم الأحكام العرفية عام 1912، وكانت مصر تحت الاحتلال البريطاني. أعلنت بريطانيا تطبيق الأحكام العرفية في عام 1914، ثم تطور الأمر عقب حركة الضباط الأحرار في يوليو عام 1952 ليصدر قانون رقم 162 لعام 58 والمسمى بقانون الطوارئ، ولم ينفذ القانون فعليا إلا في يونيو عام 67 عقب النكسة واحتلال الجولان وسيناء. ومنذ ذلك التاريخ ظلت مصر تحت حكم حالة الطوارئ حتى مايو من عام 1980، حين قرر الرئيس المصري الراحل أنور السادات إيقاف العمل به. إلا أن إيقاف القانون لم يمنع السادات من تنفيذ ما يعرف باعتقالات سبتمبر عام 1981 نتيجة لمعارضة العديد من القوى السياسية لاتفاقية كامب ديفيد التي وقعتها مصر مع الكيان الصهيوني في سبتمبر عام 1978. وشملت الاعتقالات الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل وعددا من رموز المعارضة المصرية الحالية مثل عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي وغيرهم، ليتم اغتيال السادات في 6 أكتوبر من نفس العام. في 13 أكتوبر من عام 81، وبعد أيام من مقتل السادات، استلم مبارك الحكم ليعيد العمل بحالة الطوارئ، وظلت حالة الطوارئ مفعلة طوال عهده. وقد بدأ مبارك عهده بالإفراج عن جميع من وضعهم السادات بالسجون، ووعد الجميع بأن قانون الطوارئ لن يستمر سوى عام واحد كما قال. حتى استقرار الأمور بعد اغتيال السادات، وظلت الحكومة ترسل القانون للبرلمان ليتم التمديد به، وبحكم أن الحزب الوطني وهو حزب الرئيس كان صاحب الأغلبية الدائمة في البرلمان، فقد كان البرلمان يصوت باستمرار
العمل بقانون الطوارئ، ورفع نواب المعارضة في البرلمان لافتات ترفض استمرار العمل بقانون الطوارئ. أصدرت الحكومة والحزب الوطني بياناً أعلنت فيه أن مد العمل بقانون الطوارئ حتى عام 2012 لم يكن الهدف منه التضييق على حرية المواطنين، لتظل الحجة المتكررة هي حماية الأمن القومي من التهديد. ثم قامت ثورة يناير وتم إلغاء العمل بالقانون في عهد المجلس العسكري في عام 2012، أي بعد الثورة. هذا يعني أن الثورة قامت ولم يمنعها قانون الطوارئ، بل إن الثورة هي التي ألغت العمل بقانون الطوارئ ليتم تطبيق الدستور. لكن يبقى التساؤل المشروع، هل تحقق الأمن والأمان بفرض حالة الطوارئ؟ وهل شعر المواطن بأن حالة الطوارئ تحميه من الإرهاب أو الجريمة؟ أم أنه أداة فقط للقمع وتكميم الأفواه والبلطجة المقننة مع فشل متواصل للدولة على مدار العقود السابقة؟ الحوادث والجرائم مع فرض حالة الطوارئ. إليكم بعض الأرقام. الجريمة في 2017 والمعدلات الجريمة بمصر بالأرقام: السرقة بالإكراه 925، الخطف 160، الاغتصاب 66، هتك العرض 647، وهذا من وزارة الداخلية. زيادة معدلات الجريمة عام 2017: جرائم القتل زادت بنسبة 130%، السرقة زادت بنسبة 400%، السرقة بالإكراه بنسبة 350%، سرقة السيارات بنسبة 500%، و500 ألف بلطجي ومسجل خطر في عام 2017. والمصدر: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. ناهيك عن قتل مئات الجنود من القوات الأمنية المصرية وكذلك قتل مئات المدنيين في سيناء، ناهيك عن تفجير معهد الأورام هذا العام وقتل ما يزيد عن 20 مواطنا، ناهيك عن وقوع 58 عملية إرهابية عام 2017 و2018 فقط حسب الهيئة العامة للاستعلامات في مصر. كما تراجع أداء مصر أمنيا لتحتل المركز التاسع عالميا بين أكثر الدول تأثرا بالإرهاب وفقا لتقرير عام 2018 من المؤشر العالمي للإرهاب الذي يصدره معهد الاقتصاديات والسلام IEP الذي يقع مقره الرئيسي في سيدني بأستراليا. وللمقارنة، كانت مصر تحتل المركز الحادي عشر في تقرير عام 2010. فهل صلاح الدولة والمجتمع يكون بحالة الطوارئ وبفرضها وبمزيد من تجديدها، أم بتحقيق العدل والعدالة؟ نلتقيكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل، ابقوا معنا. مسيرة تانية جاية، أعداد كبيرة برضه جاية في على مرمى من البشر كده في الاتجاه برضه القاهرة. وسيحكم التنظيم علي وعلى أسري، قرر الرئيس محمد حسني مبارك. هل في واحد مصيب بجرح؟ أو هل في واحد مصيب بطبخة راس من عندنا؟ تاني وأكبر معوق لحركة ألف إشباح من 3-7 ألف قتل مش دولة حقيقية.
ثانيه جايه اعداد كبيره برضه جايه في على مرمى من البشر كده في الاتجاه برضه القاهره وسيحكم التاريخ علي وعلى اسمي قرر الرئيس محمد حسني مبارك. هل في واحد مصيب بجرح او هل في واحد مصيب بطلقه راس من عندنا؟ ثاني واكبر معوق لحركه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من مباشر مصر. أرحب بضيفي الأستاذ أحمد حسني الباحث مركز حريات للدراسات. أستاذ حسني أهلا بحضرتك. أهلا بك فندم. إذا ندد مصريون بقرار السيسي تمديد حالة الطوارئ في مصر متسائلين عما يروج له الإعلام الحكومي حول إعادة أو عودة الأمن والأمان والاستقرار في ظل استمرار حالة الطوارئ لنحو عامين ونصف. وأمس أصدر السيسي قرارا بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، ودخل القرار حيز التنفيذ في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من الساعة 1 صباح الأحد ولمدة 3 أشهر. أعود لضيف الأستاذ أحمد حسني، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ حسني. أهلا. في البداية كيف تابعت تمديد السيسي لحالة الطوارئ في مصر للمرة 9 أو 10 على التوالي؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني حقيقة أعتقد كل متابعين للحالة في مصر لم يستغربوا من قرار تمديد حالة الطوارئ في مصر بالرغم من عدم دستوريته أو التحايل على الدستور باستمرار. يعني خلوا المادة اللي بتحكم عملية إعلان حالة الطوارئ في مصر مادة هزلية، بمعنى ان المادة بتقول 3 شهور ويتم التمديد ل3 شهور اخرى طبعا بموافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب. السيسي بيعمل ان هو بيسيب ما بين كل 6 شهور و6 اشهر بعديهم حوالي 2 أو 3 او يعني في هذا الاطار، ثم يعيد اعلان حالة الطوارئ مرة اخرى، عملية تحايل يعني اقرب الى المهزلة في على هذه المادة الدستورية. يعني حتى الدستور كله طبعا عليه كلام كثير، ولكن هذه المادة يعني إذا قلنا أنها من دستور 2014 هي بيتم التحايل عليها والتعامل معها بهذه الصورة الهزلية. السيسي بيعيش حالة هلع مفهومة ومعلومة للجميع، يعني شعبيته في أدنى مستوياتها. القرار الهدف الرئيسي منه كالعادة ليس الحفاظ على مصر ولا أمن مصر، إنما الحفاظ على النظام الخاص به وعلى استمراره في الحكم. هذه هي الصورة أو الإطار اللي بيجري دائما في عملية تجديد حالة الطوارئ في مصر. ما السر في أن كل حكام مصر على مدار العقود السابقة يطبقون حالة الطوارئ ويجددون لها باستمرار إلا في حالات نادرة وفي أضيق الحدود؟ افتقادهم للشعبية، افتقادهم للقطاع الجماهيري الذي يدعم بقاء هذه الأنظمة الديكتاتورية القمعية. هو بالاستمرار هذا هو الهدف. الشماعة المعروفة هو الإرهاب ومقاومة الإرهاب ومحاربة الإرهاب. القانون والدستور والقانون العادي، المواد العادية للقانون، منظمة للقانون تكفي وتزيد في مواجهة الإرهاب ولم تقصر في ذلك. يعني يا ريت يدونا اي مثال ان القوانين العاديه التي تحكم البلاد في الاوقات العاديه خارج حاله الطوارئ قد اعاقت عمل الاجهزه الامنيه او منعت او ساهمت في استمرار الارهاب وما الى ذلك. لا يوجد مثل هذا الادعاء، ولكن هي زي ما قلنا شماعه او يعني شيء يعلق عليه. وهل حاله الطوارئ من الاساس قللت من العمليات الارهابيه التي يتحدثون عنها؟ يعني بالضبط زي ما حضرتك بتقول، يعني اذا كان حاله الطوارئ اعلنتوها مبارك تقريبا حوالي 20 سنه او اكثر او يمكن 30 سنة من ساعة ما هو يعني شغال بالطوارئ، وكان هناك إرهاب في زمن مبارك حسب وصفه يعني، وأيضا في عصر السيسي نفس الأمر المدة كلها، وإلى الآن لم يعلنوا انتهاء الإرهاب أو حتى قرب انتهاء أو ما إلى ذلك، بل هم يبشرون الشعب المصري كل يوم بأن هناك المزيد من المؤامرات الإرهابية على مصر ومستمرة. فما فائدة هذا القانون إلا هو قمع للشعب المصري ولصوت الشعب المصري ولمعارضة هذا النظام؟ هل ده بما أنه يخالف الدستور تعتقد بأنه يكون هناك تعليقات من منظمات حقوقية دولية من المجتمع الدولي على ذلك، وهل ذلك يمكن أن يؤثر في الحالة المصرية بشكل أو بآخر؟ بكل تأكيد سوف تكون هناك تعليقات من المنظمات الحقوقية الدولية تعترض وتنتقد هذا الإجراء
بإعلان حالة الطوارئ المخالفة للدستور المصري، ولكن كما قلنا إلى الآن هذه المؤسسات والمنظمات الدولية الحقوقية ليس لها التأثير والقوة التي تجعل النظام المصري يعيد النظر في إجراءاته وفي تصرفاته. النظام الدولي يرضى بصورة أو بأخرى على هذا النظام ويدعمه في كل الممارسات التي يمارسها على أرض مصر بكل أسر. في الثورة المصرية قامت وكان قانون الطوارئ معمول به في ذلك الوقت، وهنا التساؤل، هل قانون الطوارئ يحمي فعلا الدكتاتور من الثورة عليه، أم أنه ثورة يناير أسقطت ربما تلك الرؤية؟ يعني هذه أوهام يعيشها هؤلاء، يعني الطغاة يظنون أن مثل هذه الحالات من الطوارئ وما ذلك يعني سوف تحميهم وسوف تكرس لهم الحكم مدى حياتهم، ولكن الواقع والتاريخ يقول لنا غير ذلك، بل هي دائما مدعاة للثورة على هؤلاء ولرفض نظامهم ولرفض تجبرهم وقمعهم للشعب ولرأي الشعب ومعارضة الشعب لمثل هذه الأنظمة، فدائما بتكون يعني هم بيظنوا أنها تحميهم، بالعكس هي بتكون وقود للثورة عليهم ليس أكثر. لكن هل هناك تعتقد أستاذ حسني بأنه النظام يعيش حالة من الخوف، أم أنه حالة من القوة ومزيد من القبضة الأمنية على الشعب المصري؟ لا، بالتأكيد هي حالة من الخوف بكل تأكيد، ويعني دائما يعني اللي بيتصرف مثل هذه التصرفات يعيش في حالة من الرعب، لأنه يعلم أنه سوف يؤخذ في يوم من يعني بوعد الله عز وجل وبالتاريخ وبسنن الله في الأرض وبكل المقاييس أنه سوف يأتي له يوم وسوف يحاسب على كل هذه الجرائم التي ارتكبها. هو أكثر الناس يقينا بهذا الأمر، ربما نحن أو غيرنا من أبناء الشعب المصري يشك في هذا الأمر، يقول يعني ستسير الأمور ويمضي هذا النظام بجرائمه، ولكن أكثر من يعلم يقينا أنه سوف يحاسب في يوم من الأيام وهذا اليوم آت لا محالة هم من ارتكبوا هذه الجرائم. هل يكون لذلك تأثير على الحالة الاقتصادية، على الاستثمار الأجنبي بالتحديد في مصر، بما أنه وجود حالة الطوارئ يعني أن الأمر في مصر ليس عاديا، أن هناك عمليات إرهابية تهدد مصر طوال الوقت، أن هناك حالة عدم الاستقرار تضرب مصر طوال الوقت، ليس هناك أي استقرار لا سياسي ولا اقتصادي، كيف يكون تأثير ده على الاستثمار الأجنبي أستاذ حسن؟ لابد أن يكون هذا له تأثير سلبي على الاستثمار الأجنبي الطبيعي اللي هو بي بي يعني بيضع بي بيخضع لقوانين السوق، لقوانين الاقتصاد العالمية، ولكن الاقتصاد المصري في حقبة الانقلاب العسكري لا يعتمد على هذا الاقتصاد ولا هذه الأنواع من الاستثمارات، اعتماده على مثل هذه الأنواع الاستثمارات الطبيعية في سوق الاقتصاد العالمي بسيط جدا ومحدود، ولكن هو بيعتمد على دعم مباشر من الدول التي دعمت هذا الانقلاب وتصر على بقائه في مصر. طيب دعنا نتابع تفاعل المشاهدين أو تفاعل المتابعين في مصر على السوشيال ميديا بالتحديد، ونأخذ هذه التغريدات حول وسم كفاية طوارئ يا فاشل، حيث ندد المغردون المصريون بمخالفة الدستور الذي يقيد تمديد حالة الطوارئ بفترتين فقط. تحت وسم كفاية طوارئ يا فاشل، الطوارئ إيه اللي هتعلنها؟ هو مش إحنا في حالة طوارئ أصلا ولا طوارئ فوق الطوارئ؟ وبعدين طوارئ ليه أصلا؟ ما الناس حاطة جزم في بقها، ولا أنت خايف حتى من الغضب المكتوم في الصدور ومش مكفياك الشرطة هتنزل الجيش كمان؟ طب ما نسيب لكم البلد ونغور كلنا وخدوا راحتكم، كفاية طوارئ يا فاشل. تعليق. يعني الحقيقة تعبير قاسي جدا ومؤلم لما مواطنة مصرية تقول إن الناس حاطة جزم في بقها، شيء مؤلم. شعب بيعيش على أرضه في بلده ويعامل بمثل هذه الطريقة، الناس زي يعني ما هي جاء في التعبير بتاعها حاطة جزم في بقها، يعني متى ينطق المصري؟ متى يسمع صوته؟ متى يعلن عن رأيه بدون خوف؟ متى تتاح لهذه الحقوق؟ هذه حقوق وليست منح من أحد. متى يعيش هذا المصري هذا الحق ويمارسه، حقه في أن يعلن صوته بكل أريحية وبدون خوف؟ يعني يكفي هذه الكلمة الحقيقة من هذه التغريدة المعبرة والمؤلمة في نفس الوقت.
هي حتى في نهاية التغريدة بتقول طيب نسيبلكم البلد ونغور. هل تعتقد ده شعور موجود حقيقي يعيشه الناس في مصر في ظل الظروف الحالية التي يعيشونها؟ أنا يعني أتابع آراء الشعب المصري من خلال التعايش ومن خلال التدوينات ومن خلال الناس مجمعة على أن أي حد عنده فرصة يسيب مصر ما يتأخرش ولا يتردد للحظة. هذه حالة لم تشهدها مصر من قبل. لما نلاقي عموم الناس في مصر بتقول اللي يلاقي فرصة أن هو يسيب البلد ويروح أي حتة اوعى تضيعها. طب ده أي وطن دوت؟ الوطن اللي كان بيقول عليه حضن، ده حضن إيه اللي بيطفش ولاده دوت؟ بيقتلهم وبيطفشهم ومش عايزهم يقعدوا في بلدهم، وكل واحد بيدور على فرصة يخلع من البلد دي. يعني شيء مؤسف، زي ما قلنا حالة مؤلمة، مصر بتعيش حالة مؤلمة يعني. طيب تحت وسم كفاية طوارئ يا فاشل، حساب باسم مؤقت، طب روح تشطر على الواد الإثيوبي اللي حط جزمته على وشك، انت جاي تعمل راجل علينا. فكرة يعني فكرة أسد علي وفي الحروب نعمة، يعني فكرة أنه يستأسد على الشعب الأعزل ثم يأتي أمام أي أحد حتى لو لا يمتلك قوة كبيرة ثم يكون هكذا بهذه الصورة طبعا المهينة جدا للسيسي، أو ربما هو تعود على ذلك. اللي متابع مؤتمرات السيسي اللي بيعملها للشباب وغير الشباب وما ذلك بياخدها فرصة ان هو يعبر فيها عن رايه، تعال شوف الخطاب اللي بيوجهه لشعب المصريين زي ما بيسميهم، انتوا يا مصريين فاهمين كذا، انتوا يا مصريين عايزين كذا، انتوا، وشوف حضرتك تعبيرات وشه والشر اللي بيظهر على الوجه، ويعني عيون اللي بيحمر عينيه وبرق للناس ويهددهم ويرزع على هل في موقف واحد لهذا الرجل لهذا السيسي ضد أي دولة خارج يعني خارجية مارس فيه هذه الشخصية؟ هذه الشخصية موجهة الوش ده للشعب المصري فقط، أما للعالم الخارجي فهو بيقعد إيده كده وعامل كده هو، والمناظر اللي احنا بنشوفها دي هذا هو ديدا هذا الرجل في العالم، مع العالم الخارجي اللي هم عارفين أصله وفصله وما ذلك، ولا يستطيع أن يستخدم معهم البندقية والدبابة واللي بيوجهها لصدر الشعب المصري. فده حاله، انما مع الشعب المصري زي ما حضرتك قلت اسد يعني. طيب واسد طبعا يعني مزيف كل الاسد. طيب التغريده اللي بعدها ايضا تحت وسم كفايه طوارئ يا فاشل، حساب عسل اسود، تم تجديد باقه حاله الطوارئ لمده 3 شهور ويراعى التجديد في الميعاد مع تحيات بلحفون، كفايه طوارئ يا فاشل. يعني تغريده وتدوينه جميله جدا بتجمع ما بين خفة الدم المصرية وتلخيص المواضيع كلها في كلمات بسيطة معبرة جدا قوية جدا، يعني جمعت بتجدد بالظبط كده في الموعد فقط. استحضر الحالة بتاعت التليفونات والباقات وما إلى ذلك ووصف بها، فعلا هي ده تقريبا الحالة، بتجدد أوتوماتيكيا يعني، ليس هناك أي إجراءات محترمة أو دستورية أو احترام لأي مؤسسات في البلد، هو قرار منفرد بينفرد به هذا الرجل والجميع يعني فقط يصفق له. فكرة الشق الآخر أو الوجه الآخر لتلخيص عسل أسود مع تحيات بلحفون، هل يعني ذلك بأنه السيسي هو الذي يسيطر على المشهد فعلا بمفرده، أم أنه له كثير من الأتباع في هذه المرحلة بالتحديد؟ يعني إذا كان الأتباع بمعنى مساعدين في داخل النظام وما إلى ذلك بالتأكيد، مش يعني لن يستطيع أن يدير دولة بحجم مصر منفردا، لابد أن يكون له أتباع يعني أي رئيس عصابة بديه صبيان لكن إذا ما كان بمعنى أتباع يعني مؤيدين وهؤلاء كثر، لا احنا عارفين أن الطبقة دي من مؤيدي سيب تتآكل، وبيبقى إما ناس منتفعين انتفاع مباشر من وجود هذا النظام أو ناس شديدة الجهل وعدم عندها عدم قدرة تامة على تمييز الحق من الباطل. يعني دي الدائرة اللي هي ما زالت إلى الآن بتؤيد هذا الرجل. طيب التغريدة اللي بعدها أيضا تحت وسم كفاية طوارئ يا فاشل، نحن نعيش في أسوأ عصر في التاريخ، نحن وسط أقذر مجموعة بشرية وجدت على الإطلاق. بالفعل يعني الحالة اللي عليها مصر الآن
يعني على الأقل في التاريخ الحديث لم يكن لها مثيل، لم تشهد مصر مثيل لمثل هذه الحالة، التردي في كل القطاعات في كل النواحي في كل الوظائف التي ممكن أن تقوم بها الدولة، انعكس ذلك على كل شيء على أرض مصر، وجه الحياة في مصر كله نازل ونازل بسرعة يعني مخيفة إلى الحضيض بكل أسف على يد هذا الانقلاب. يعني رب البيت والدف والباقي المثل معروف. طيب دعنا نشرك معنا الأستاذ مصطفى عزب الحقوقي المصري. أستاذ عزب أهلا بحضرتك. إذا انقطع الاتصال، يعود إلينا مرة أخرى إن شاء الله الأستاذ مصطفى عزب. قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن فرض السلطات المصرية لحالة الطوارئ لمدة 3 أشهر للمرة العاشرة جاء عبر تحايل على الدستور، حيث يتم فرضها بعد أيام قليلة من انتهائها وأحيانا بعد يوم واحد لتخطي نص الدستور الذي نص صراحة على عدم جواز فرضها لأكثر من 6 أشهر متتالية. أضافت الشبكة في بيان لها أن فرض حالة الطوارئ مجددا يدحض مزاعم الاستقرار التي تعلنها السلطات المصرية بشكل شبه يومي لمحاولة إقناع المواطن البسيط باستبدال الديمقراطية بالاستقرار وكأنهما متعارضان. تابعت أيضا الشبكة في بيانها جاء فرض حالة الطوارئ التي بدأ سريانها منذ فجر الأحد تصبح المرة العاشرة التي تفرض فيها حالة الطوارئ بشكل مستمر منذ أبريل 2017 على كامل أنحاء مصر بعد أن كانت قاصرة على شمال سيناء منذ عام 2014، ليصير النظام الحالي على نهج مبارك والذي فرض حالة الطوارئ طوال فترة حكمه المظلمة التي بلغت 30 عاما. عاد إلينا مرة أخرى عبر الهاتف الأستاذ مصطفى عزب الحقوقي المصري. أستاذ عزب أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك أستاذ عزب. ما الذي يعنيه تمديد حالة الطوارئ في مصر؟ يعني خطوة إضافية تضاف إلى سجل النظام القانوني الذي يعتمد على انتهاك حقوق الإنسان ويعتمد على تشويه الوضع القانوني في مصر ونصف الحالة الطبيعية في مصر. النظام يتعامل بحماقة فكرة تمديد حالة الطوارئ بهذه الكثافة، ثم في المقابل يتوسل إلى الاستثمار الأجنبي كي يأتي إلى مصر. أي رسالة آمنة قد تصل إلى الاستثمار الأجنبي في ظل تمديد حالة الطوارئ. الدولة تعلن أعلى حالات الاستنفار وأعلى حالات الخطورة، يعني حالة الطوارئ في الدول المحترمة تعلن فقط في الفيضانات والكوارث الطبيعية الكبيرة والجرائم غير المسبوقة فقط، وتعلن لفترة وجيزة جدا ثم ترفع فورا لكي تعطي الدول رسالة إلى مواطنيها وإلى العالم بأن 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 الدول لا يوجد فيها مشكلة وأنها آمنة وأنها مستقرة وأن الأجهزة الأمنية قادرة على إدارة الأمور فيها. أما حين تعلن الدولة حالة الطوارئ لهذه المسافات المطلقة فهي أحسابين، إما هذا النظام فشلا يعني مكثفا بالشكل الذي يجعله غير قادر بأي حال من الأحوال على إنفاذ القانون وغير قادر بأي حال من الأحوال على إدارة الدولة في ظل الظروف الحالية، والرسالة الأخرى هو أن هذا النظام يعبث بالقانون ويعبث بهذا الخطر بهذا الشكل المكثف بصورة تجعل القانون لعبة في هذا النظام. النظام يعلن حالة الطوارئ دون هل ده تلاعب بالقانون أم أنه يعني بالأوراق الأمر صحيح، بما أنه ينتظر بعد كل 3 أشهر يوم أو يومين ثم يجدد مرة أخرى؟ كما أقول يعني بشكل واضح نحن نتحدث هنا عن حالة عبث بالحالة القانونية، يعني وتعسف في استعمال السلطة حين تقوم السلطات باستخدام هذا الإجراء الخطير ذو التأثير الكبير جدا على حالة الاستقرار المصري في الداخل والخارج، وما يعني تفرضه هذه الحالة من إجراءات استثنائية تطالب بها الجهات يعني القضائية وتطالب بها الجهات الأمنية وتطالب بها القوات المسلحة وما إلى ذلك، هذا أمر يجعل البلد في حالة استثنائية. فمن الذي يمكن أن يقول أو يقضي بأن تصير الحالة الاستثنائية في مصر هي الأصل، وأن يكون الأساس هو دائما العبث المستمر، فكرة أن مصر دائما في حالة طوارئ، هذا عبث لا يمكن أن يكون مقبولا تحت أي بند من البنود في أي ظرف من الظروف.
النظام يستخدم هذه العصا لإنهاك الشعب المصري ولإهلاك المعارضة المصرية وللعص بها، وهي رسالة إرهابية يعتمدها النظام كل فترة للتنكيل بالمعارضين وإيصال رسائل إلى المعارضة بأنه قادر على التنكيل بهم وقادر على فعل الأفاعيل بهم. طيب الأثر السلبية لحالة الطوارئ فقط تمس المعارضين أم أيضا يتضرر بها عموم الشعب المصري أستاذ عزم؟ الدولة المصرية ككل تتأثر وفرض حالة الطوارئ كما قلت، يعني هذا وضع استثنائي بمعنى يعني حتى نعم. على لو ضربنا مثال تبسيط لهذه الحالة، حين يخبر الأب في المنزل أبنائه بأن هناك حالة طوارئ في المنزل، نحن في أزمة ما، البيت يكون متحفزا، النفقات تقل، لا يستقبلون ضيوف، لا يمارسون الحياة الطبيعية، أو في حالة توتر مستقر، ربما لو كان أحد الأبناء لديه امتحان ربما يلغيه، أو لأننا في حالة طوارئ، هناك مشكلة كبيرة نحن نعاني منها تجعلنا نتخذ إجراءات ويعني وحاجات استثنائية. المشكلة أن تكون هذا الأمر هو السائد فيما يؤثر على الاقتصاد بشكل مباشر، كما قلت بوضوح، من الذي يمكن أن يستثمر في دولة في حالة طوارئ أو تعاني من حالة عدم استقرار؟ يعني هذا إعلان مباشر لعدم استقرار الدولة. ماذا عن الشق الآخر غير الشق السياسي، الشق الجنائي وكثرة وازدياد معدلات الجريمة؟ نتحدث عن ازدياد معدلات الجريمة بشكل كبير على مدار السنوات الماضية، وكان هناك تقارير من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تتحدث عن مئات الحالات سرقة بالإكراه والخطف والاغتصاب وهتك العرض، جرائم القتل وسرقة السيارات، وأعداد البلطجية وصلت ل 500,000، وهذا التقرير في 2017، يعني حتى ليس يعني في هذا العام، وطبعا الأمور في ازدياد. تأثير ذلك على هذه الحالة أو عدم قدرة حالة الطوارئ على معالجة حتى الحالات الجنائية؟ يعني بالعكس، حالة الطوارئ تزيد من معدلات ارتكاب الجريمة. من قال أن الجريمة دائما تواجه بالعصا الأمنية والقمع وما إلى ذلك؟ يعني الجريمة بشكل عام تواجه بتطبيق القانون، إنفاذ القانون. إن كان القانون هناك أجهزة أمنية قادرة على إنفاذه بشكل دقيق وعادل على كل المصريين، فستكون هناك رسالة واضحة إلى المجرمين أن يبتدعوا فكرة فلسفة الردع العام في العدالة الجنائية، وفلسفة قيادة القضاء واستقلال القضاء، وفلسفة نزاهة الجهاز الأمني الذي حين يقول أي أو يصدر أي قرار يكون الشارع مطمئن تماما والمتهمين مطمئنين تماما أنه لن يكون هناك مهرب أو إفلات من العقاب لأي مرتكب جريمة، أيا كانت ردته أيا كانت سلطته أو واسطته التي يمكن أن يقدم بها أمام هذا الجهاز القضائي. لكن في المقابل إذا كانت هناك انهيار في المنظومة القضائية، وكان القضاء يستخدم كعصا غليظة في هذه السلطات في التنكيل بالمعارضين، فهذا يستهلك سلك القضاء، وبالتالي يستهلك أيضا سلك الأمن. رجال الأمن بدلا من أن يقوموا بحماية الوطن، وبدلا من أن يقومون بشكل واضح جدا بال يعني الدعم الحالة والاستقرار الأمني في مصر، هم الآن بوضوح شديد غير قادرين على هذا السبب، لأنهم منهكين في ملاحقة التظاهرات ومنهكين في ملاحقة المعارضين وفي إصدار أوامر بالحبس وعلى هؤلاء الأشخاص وإخفاء هؤلاء قسريا وتعذيب هؤلاء بغياهب السجون وقتل هؤلاء بالإهمال البطيء. يعني كانت هذه هي الحالة التي يمكن أن أو هذه المهمة وهذا هو الدور المنوط برجال الأمن، فلا يمكن لهذا الجهاز الأمني الذي هو منهك في أن يستمر كعصا تنكيل وتعذيب للمعارضة، لا يمكن أن نتوقع منه أن يقوم بحالة إنجاز معين على الملف الأمني أو محاربة الجريمة بشكل واقعي. المتهمون يدركون جيدا، والمجرمون عفوا يدركون جيدا، أن ما يحدث من قبل الجهاز الأمني هو عبث لا يمكن أن يؤثر عليهم ولا يمكن أن يمسهم بشكل واضح. وفي المقابل هناك كل من يملك واسطة وكل من يملك يعني مسارا للنفوذ داخل سلك القضاء، ومن يملك يعني محسوبية معينة يمكن أن ينفذ أو يفلت بمنتهى البساطة من أعتى الجرائم التي ترتكب بأي حال من الأحوال تحت في ظل قضاء مسيس. أستاذ عزب، ما هي الحالات التي يجب فرض فيها حالة الطوارئ في الوضع الطبيعي
عندما تكون الدولة يحكمها القانون ويحكمها الدستور؟ يعني فرض حتى كما قلت مبدئيا في الكوارث الطبيعية، في الفيضانات، في الزلازل، في الأمور الاستثنائية، الكوارث الخارجة عن المألوف، وفي الاعتداءات الأمنية غير التقليدية التي تحدث مرة كل 10 سنوات في الدولة، يعني هجوم إرهابي شرس على مناطق حيوية في الدولة لا يمكن للنظام أن يتعامل معها بشكل قانوني تقليدي مثلا، ولا يمكن أن تقوم الشرطة بالذهاب إلى النيابة العامة كتسجيل تصريح للتحقيق وما إلى ذلك، هذا يتطلب إجراءات استثنائية. لكن إذا كان هناك حدث إرهابي يحدث في مصر كل يوم، هل هذا يعني أن نبقى حال طارئ أبر الظهر؟ فليذهب الجهاز الأمني إلى الجحيم، وليذهب النظام الحاكم لمصر إلى الجحيم، ويأتي نظام آخر قادر على حكم مصر وقادر على إدارة أمور البلاد وفقا للقوانين الموجودة. هل عقمت القوانين الحالية، وهل عقمت النظم القانونية؟ المشكلة ليست في القوانين، المشكلة في إنفاذ القوانين، المشكلة في ضعف وهذا الجهاز الأمن وعدم استطاعته السيطرة بأي حال من الأحوال على هذه الجرائم. وفقط الجهاز الأمني غير ناجح في أي شيء سوى في تعذيب المعتقلين والتنكيل بهم هنا هنا وهناك، هذا أمر معلوم بشكل واضح جدا ومراقب. يعني الجهاز الأمني يفشل في كل شيء إلا في سحق المعارضة وفي فض التظاهرات. سعود لك أستاذ عزب فيما يتعلق بطلب الأمم المتحدة تقرير حول ملابسات وفاة الرئيس الدكتور محمد مرسي. ابقى معي. أعود لك مرة أخرى أستاذ حسني فيما يتعلق بفرض حالة الطوارئ يبررها النظام ويبررها إعلام النظام بأننا في حالة حرب مع الإرهاب. هذه الشماعة هل تعتقد بأنه الآن ما زالت تنطلي على الناس، أم أن الناس همومها ومشاكلها ومشاغلها ربما أصبحت بالنسبة لها هذه أكذوبة كبرى؟ يعني أعتقد الواقع بيقول أنها أصبحت أكذوبة كبرى، والناس كلها بترفض هذه الشماعة والنغمة المتكررة بأن كل شيء في مصر، كل وجه للفشل، كل وجه للطغيان، كل وجه للقمع يعلق على هذه الشماعة، إحنا بنحارب الإرهاب ومصر ضد الإرهاب. وهذا الكلام أصبح يعني النهاردة ناس كتير فهمت إن هو مجرد يعني يافطة أو لافتة بترفع للتغطية على جرائم هذا النظام في حق الشعب اللي هو الطبيعي، الناس الطبيعيين، ليس في حق الإرهاب وما إلى ذلك. نفهم 3 شهور تقضي فيهم على الإرهاب، 6 شهور تقضي فيهم على الإرهاب، لكن يبقى مسلسل عرض مستمر ان انت طب ما انت لو كنت ناوي، لو كان القانون الطوارئ هينجح في قضاء على الإرهاب كان زمان وخلص، يعني 3 سنين دلوقتي كان زمان وخلص الموضوع. انما معنى ان انت النهارده بتفرض الطوارئ والإرهاب مستمر وبتقول ان انت عشان تحارب الإرهاب يبقى قانون الطوارئ فاشل في محاربة الإرهاب، فاشل في القضاء على الإرهاب، يبقى هذا الامر اصبح غير منطقي وغير معقول. طيب أعود مرة أخرى الأستاذ مصطفى عزب. المحامي الدولي في حقوق الإنسان توبي كيدمان قال إن الأمم المتحدة طلبت تقريرا حول ملابسات وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، ومن المقرر تقرير للأمم المتحدة خلال أسبوعين. ما الذي يعني هذا الأمر من وجهة نظرك أستاذ عزب؟ يعني هو مسار ضغط حقوقي، اعتقد انه يعني جيد في اطار عدم ترك هذه الجريمه تمر دون عقاب. فكره الاستسلام المطلق لجرائم النظام يعني التنازل عن الحقوق لا يجب ان يكون هو السمت السائد ابدا في مصر. يجب على كل صاحب قضيه عادله، خاصه ان كان شخص ذو يعني ذي حيثيه كالرئيس الراحل محمد مرسي رحمه الله عليه، لابد ان يكون هناك في الحقيقه متابعه جاده ومكثفه من قبل الاسر ويعني اسر المعتقلين واسر يعني الشهداء وضحايا هذا النظام المجرم بشكل مكثف دون توقف عبر كل المسارات الحقوقيه وعبر كل المسارات القضائيه المتاحه. واذا فتح مسار قضائيا بعد 10 سنوات يجب ان يكون هناك دائما اسر جاهزه ومعها ملفات جاهزه للعرض على قضاء مستقل او للتعامل مع اي قضاء في العالم يمكن ان ينتصف لحقوق الضحايا. يعني هو خطوه بالتاكيد ايجابيه، لا اتوقع ان ينتج عنها شيئا ايجابيا في الفتره الحاليه او في الفتره القريبه، لكن الضغط الحقوقي هو امر يعني مهم جدا ويجب ان يستمر دون توقف ودون ملل، ويجب ان يعني يدعم هذا المسار
بشكل كبير من قبل الإعلام الذي يمكن أن يشكل رأياً عاماً ضاغطاً على النظام لإنفاذ التوصيات المنظمات الحقوقية والكيانات الحقوقية المختلفة. شكراً جزيلاً لك أستاذ مصطفى عزب الحقوقي المصري، كنت معنا ضمن هذه الحلقة من مباشر مصر. سأعود إليك أستاذ حسني ولكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده لاستكمال حلقتنا، ابقوا معنا. مسيرة تانية جاية، أعداد كبيرة برضه جاية في على مرمى من البشر كده في الاتجاه برضه. وسيحكم التاريخ علي وعلى أسره، قرر الرئيس محمد حسني مبارك. هل في واحد مصيب بجرح؟ أو هل في واحد مصيب بطعم خلاص من عندنا؟ وأكبر معوق لحركة هل في واحد مصيب بجرح؟ أو هل في واحد مصيب بطعم خلاص من عندنا؟ وأكبر معوق لحركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من مباشر مصر. أعود ورحب بضيفي الأستاذ أحمد حسني الباحث بمركز حريات. أستاذ حسني أهلا بك من جديد. أهلا بك. ننتقل وإياك إلى قضية محمود البنا المعروف بشهيد الشهامة أو ضحية الشهامة. محكمة جنايات الطفل في شبين الكوم قررت اليوم تأجيل ثاني جلسات المحاكمة، محاكمة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين لاتهامهم بقتل محمود البنا ل 17 نوفمبر القادم. استمعت هيئة المحكمة إلى شهادة الشهود حول الواقعة بعدما أثبتت حضورهم وفق أمر استدعاء لسماع أقوالهم، ومن بينهم العقيد محمد داود مفتش المباحث، الرائد أحمد الشافعي رئيس مباحث مركز تلا، وخمسة أشخاص آخرين لسماع أقوالهم في القضية وسط حضور محامي المجني عليه والمتهمين، وذلك أيضا وسط حراسات أمنية مشددة. وقدم محامي المتهمين إلى المحكمة الأوراق الرسمية التي تثبت سن المتهمين الأربعة. أقرت محكمة جنايات الطفل بشبين الكومة السن الحقيقي للمتهم محمد راجح وثلاثة متهمين آخرين في القضية. حسب المحكمة قالت إن تاريخ ميلاد الحقيقي لمحمد أشرف راجح هو 11 نوفمبر 2001 وأنه يبلغ من العمر 17 سنة وأحد عشر شهرا وستة أيام، ما يثبت أن سن المتهم أقل من 18 عاما، وبالتالي فالقضية لا تحول للجنايات وستظل أحداث. طبعا الحقوقيون يتحدثون بأنه إثبات أن محمد راجح أقل من 18 سنة هو معناه أنه أقصى عقوبة يمكن أن تنفذ في محمد راجح أو تصدر في حق محمد راجح هي 15 عاما من السجن فقط. أعود إليك مرة أخرى أستاذ أحمد حسني فيما يتعلق بقرار المحكمة وموضوع إثبات السن أنه أقل من 18 سنة، ما الذي يعني ذلك في قضية أصبحت قضية رأي عام تحدث عن مظلومية محمود البنا الذي قتل غدرا لأنه دافع عن فتاة كان يتحرش بها محمد راجح وزملائه؟ الحقيقة القضية ديت ومثيلتها من القضايا بتثير أمور أخلاقية تمس المجتمع المصري بالكامل. مسألة الشهامة اللي احنا النهاردة بقينا بندور عليها بمنظار مكبر في الشارع المصري بعد أن يعني الفن وما إلى ذلك قتلوها، وعوامل كتير حقيقة قضت على هذه السمة اللي كانت بتميز الشخصية المصرية. فعشان كده الناس النهاردة بتدور على نموذج زي البنا رحمة الله عليه، اللهم تقبله من الشهداء. فيعني لما بتظهر بيظهر هذا النموذج الناس بتبقى عايزه تجيب حقه فعلا، لان مش كتير النهارده الشاب اللي هو ممكن يضحي بنفسه وبعمره من اجل الدفاع عن فتاه او عن شرف فتاه او عن مبادئه باي ايا كانت ما هي يعني القضيه اللي بيدافع عنها.
فدي أول حاجة، إحنا لابد أن المجتمع يصر على عودة هذه الأخلاقيات في الشارع المصري مرة أخرى. وأنا شايف أن في حاجة إيجابية جدا وقوف الناس بجانب الضحية محمود، ووقوفهم ضد راجل مطالبتهم مطالبتهم بان هو ينفذ فيه اقصى عقوبه، دي كلها ملامح ايجابيه الحقيقه احنا يعني نركز عليها ونعضدها. الحاجه الثانيه ان عايزين نقول ان السن اللي هم بيقولوا عليه يعني يتحاكم احداث وما الى ذلك، هذا السن مماثل لسن راجع قتل من شعب من شباب مصر والنشأ بتاع مصر في مثل هذا السن الكثيرين على يد هذا النظام في نفس هذا السن قتلا في الشوارع، ما فقط لأنهم كانوا يسيرون في الشوارع يعلنون عن رفضهم لهذا النظام، قتلوا بدم بارد، قتلوا بطلقات من قناصة قتلتهم وأذهبت أرواحهم. وعندنا نماذج كتير جدا من شباب الجامعة اللي هم نفس السن ده وفعلا أقل من 18 سنة منهم كتير. ف يعني لابد من أن احنا نسلط الضوء على هذا الأمر، أنت ترتكب الجرائم كنظام في حق شباب مصر وفي نفس الوقت القانون بتاعك إلى الآن بيعفي واحد زي راجح إن هو ينال العقوبة المناسبة ليه إذا ثبتت. طبعا إحنا كل الكلام ده كله بنتكلم على يعني وقائع اللي هي إلى الآن تحت القضاء وده شيء يحترم، لا نقفز فوق أحكام القضاء. طالما إن في قانون يبقى مفروض إن المجتمع ينظر مرة أخرى في هذا القانون وكيفية إن هو يطبق تطبيق سليم وتطبيق يضمن إن العقوبات المناسبة تنزل على الشخص. واحد أقل من 18 سنة بيعمل عملية قتل فيها عنصر الترصد والسبق الإصرار والترصد وما إلى ذلك كل الحاجات دي وتهديد يعني مخطط، يعني في مفروض أن القانون ينظر لمثل هذه الحالات كحالات مشددة تنقل هذا اللي هو تحت 18 سنة وخاصة أيام يعني. طبعا ده لو افترضنا أن فعلا سنه أقل من 18 سنة، لأنه كثير تحدث عن يعني عملية تحايل عملية جد محمد راجح واردة كان في الداخلية الوقف الداخلية، يعني هناك كثير من الأمور تثار يعني احنا الشبهات. عارفين كيف تسير الأمور في مصر يعني أسهل ما يكون ان انت تزور الورق ورقنا يعني أيوة يعني أسهل حاجة ان من ساعة ما تولد من قبل ما تولد كمان تزور كل البيانات الخاصة بي يعني من أول تاريخ زواج أم وأبو يعني ممكن كل ده يتزور يعني. لكن احنا بنتكلم عن ما عنديش أنا كواحد مش في القضيه وما عنديش الاوراق ما اقدرش ان انا احكم بتزويرها او عدم تزويرها، لكن بنتكلم عموما ايه اللي نطلع بيه من القضيه دي. القضيه محتاجه ان اول حاجه ان الشعب المصري محتاج ان هو يستعيد اخلاقه، يستعيد روح الشهامه اللي كانت بتميزه. البنات والنساء كانوا بيمشوا في الشارع عارفين ان الرجاله هم اللي بيحموهم مش اللي هو بيتحرش بيه، ما حدش يقدر مثلا يتحرش بفتاه في منطقتها ابدا ابدا يتقطع. هذا كان معلوم يعني في مصر في أي شارع. النهاردة ولاد الحي نفسهم هم اللي بيمارسوا هذه الممارسات الرذيلة في حق جيرانهم وأقاربهم ربما. فلابد أن الشارع المصري يستعيد أخلاقياته، ما ينفعش أن احنا نسيب نفسنا لهذا المستوى من الانحدار الخلقي. فدي أول حاجة. الحاجة الثانية إعادة النظر في القوانين، لابد أن احنا ننظر في مثل هذه القضايا أن ما ينفعش قضايا معينة يتوفر فيها كل هذه العناصر المشددة ثم في النهاية ياخد له 3 سنين ولا سنتين وعقاب تنفيذ ولا كلام زي كده. ده أرواح ناس بتروح يعني ما قدرش أدي واحد زي كده فرصة تانية أنه هو بعد سنتين ثلاثة يطلع يمارس إجرامه مرة أخرى. لابد أن تكون العقوبة رادعة، ودي مفهومة في الحقوق إن يعني أي واحد دارس قانون أن العقوبة لازم يتوفر فيها عنصر الردع لمن فعل الجريمة لمن ارتكب الجريمة ولغيره، لابد أن تكون رادعة. وده طبعا متوفر في شرع الله عز وجل. لكن نقول لمين يعني الناس دايما تبعد عن شرع الله ولا تنظر إليه، وفي اتباع شرع الله صلاح المجتمع وصلاح الفرد وصلاح كل شيء، ولكن احنا بنبعد عن شرع ربنا وبنروح لقوانين مستوردة ودي النتيجة. حتى القوانين المستوردة لا تطبق في مصر مع غياب العدل. انت حتى قلت الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا والقوانين قوانيننا، راحتنا بنطبق وقت ما نحب وما بنطبقش وقت ما نحب. خلينا نتابع احد محامي محمود البنا وهو يتحدث عن المحاكمة ويتحدث عن المحكمة. خلينا نتابع ماذا قال ثم نعود. قل حسبي الله ونعم الوكيل في العيال المتهمين دول، ماشي القانون الاعرج، المتحكم بقانون اعرج، فالله يخليك ما تفتحنيش. لو كنت في المحكمة وكنت في كل حاجة قول لي هسد مين القانون الاعرج. بس
هو بقى هي بقانون مش قانون ده اه، لكن هو العداله المفروض هو ياخد ايه؟ يتعذب 300,000 بره. حتى المحامي يتحدث عن فكره القانون الاعرج استاذ حسن. بالضبط، يعني زي ما قلت لحضرتك، يعني قانون ولا يعني نستطيع من خلال انفاذ احكام هذا القانون ان احنا نطبق الشرع او نطبق العدل، فكره العدل بعمومياتها لابد ان يعاد النظر فيه. عناصر معينة إذا تواجدت في القضية لابد أن تنقلها من كونها قضية أحداث إلى قضية جنائية. مش ممكن أن واحد عنده هذه العقلية الإجرامية في هذا السن بهذا التخطيط وهذا الشكل، وبعدين والممارسة المستمرة والعود، يعني ده كما جاء في، يعني ليست هذه أول جرائمة. فالأمر لابد أن يعاد فيه نظر في القانون بما يضمن من إنزال العقوبات الرادعة على من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم. كان هناك الالتفاف حول قضية، أو ربما ما زال موجود الالتفاف حول قضية محمود البنا. إذا لم، طبعا بعد إثبات أن سنه أقل من 18 سنة بغض النظر عن صحة ذلك أو كذب المحكمة، لكن في النهاية لن يطبق قانون أو حكم الإعدام بما أنه حدث وليس فوق السن 18، هل تعتقد بأنه ده ربما يحرك الشارع مرة أخرى في المنوفية في شبين الكوم بالتحديد؟ لأنه شهدنا كثير من التظاهرات التي تطالب المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة على محمد راجح وزملائه. يعني أعتقد أن الأمر يعني أصبح النهاردة ما فيش دافع لاستمرار مثل هذه التظاهرات والمطالبات، لان هو النهارده هو حط الناس دي كلها في وش القانون. يعني انا هعمل لكم ايه؟ حتى لو انا عايز اعدم هذا الشخص فانا مش هقدر اعمل كده لان القانون بيقول بعكس ذلك. لكن انا بقول ان احنا نستفيد من هذه الحاله في محاوله رد الشارع المصري لاخلاقياته التي كان عليها وكان العهد عليه. طيب ننتقل لما كشفته صحيفه واشنطن بوست الامريكيه عن محاولة السلطات المصرية التستر على صفقة سلاح مع كوريا الشمالية بعد أن كشفتها وكالة التجسس الأمريكية. قالت الصحيفة إنها حصلت على وثائق تابعة للخارجية المصرية تظهر هرع المسؤولين في القاهرة لكبح الأضرار التي لحقت بالأخيرة بعد اكتشاف الوكالات أو الاستخبارية الأمريكية خطة لتهريب شحنة أسلحة كوريا الشمالية إلى البلاد رغم العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ. كانت سفينة الشحن الكورية الشمالية جي شون متجهة إلى ميناء مصري في قناة السويس بعام 2016، وتم إيقافها بعد أن نبهت وكالة الاستخبارات الأمريكية القاهرة لاحتمال وجود تهريب خفي على متنها، غير أن المسؤولين الأمريكيين اكتشفوا أن المستفيدين المقصودين بهذه الصفقة هو النظام المصري نفسه. أوضحت الصحيفة الأمريكية أن الوثائق التي حصلت عليها مؤخرا تتضمن اعتراف صريح بضلوع الجيش في شراء 30,000 قذيفة صاروخية من بيونغ يانغ. أشارت الصحيفة إلى أن وثائق الخارجية المصرية تظهر أن المسؤولين الكوريين واصلوا المطالبة بالسداد مقابل شحنة أسلحة تقدر بنحو 23 مليون دولار، ما أثار مخاوف بين المسؤولين المصريين بأنهم قد يتعرضون للابتزاز. في أي إطار ترى خروج هذا التقرير وما كشفته صحيفة واشنطن بوست بعد 3 أعوام؟ يعني هو ملف جديد من ملفات الفشل لهذه الحكومة وهذا النظام وطبعا قائده. إذا كنا بنقول إن هنفترض فرضا إن الجيش المصري حريص قوي على الأسلحة الكورية وإن هو يزود نفسه بالأسلحة الكورية وهي دولة عليها يعني عقوبات وما إلى ذلك، بما يهدد علاقات مصر الاستراتيجية مع دول أخرى قائمة، ويعني هي بالتأكيد أهم كثيرا من علاقات مصر ومع كوريا الشمالية وبأسلحة كوريا الشمالية، فهذا فشل، هذا نظام متخبط لا يعرف أين يتجه وأين يذهب ولا يعرف كيف يقدر عواقب الأمور، وفي النهاية هو فشل في أنه هو حتى يداري هذه العملية لتمر. يعني فشل من جميع الجهات، فشل استراتيجي في أن أنت العلاقات بتاعتك الاستراتيجية كيف تحافظ عليها، ثم أن أنت بتغامر بعلاقاتك الاستراتيجية مع دول عظمى علشان صفقة ب 23 مليون
وبعدين انت فاشل في النهايه ان انت تعدي هذه الصفقه وتمررها، فشل من جميع الجهات. ده من ناحيه، من ناحيه اخرى طبعا احنا عندنا مافيا عمولات الاسلحه. عندنا مافيا عمولات الاسلحه، دول مش قادرين يقعدوا ساكتين. يعني ما جاتش يعني عموله من صفقه رسميه سبوبة واضحه، لابد بيدور على غيرها، حتى ولو حاجه زي كده ممكن تعرض البلاد كلها لعقوبات وما الى ذلك وتدخلها في دوامات يعني لا حصر لها، لكن هو مش قادر يقعد ما يدخلش سبوبه لنفسه وياخد العموله بتاعته. فيعني يعني بقول لك ملفات فساد وفشل لهذا النظام مش تكفي لثوره واطاحه به، دي تكفي للقاره الافريقيه كلها تنقلب عليه. فيعني ولكن يعني بكل اسف يعني هو طالما ان هو بيستخدم القوه والبطش دائما عارف ان هو الناس مش هتقدر ان هم ده ظنه يعني، ولكن ان شاء الله هيبقى ليه يوم وليه حساب ان شاء الله. لكن هذا الرقم يضاف الى الملايين والمليارات ايضا فيما يتعلق بالقصور والاسلحه. يعني هل تعتقد بان هناك هوس لدى النظام في شراء الاسلحه بهذه الطريقه في ونحن في حاله ليست في حاله حرب، لا مع كيان صهيوني ولا مع غيره؟ يعني ده عليها ادله كثيره. اولا في صفقات شراء اسلحه بتبقى في شكل يعني او بمعنى رشوه لبعض الدول من اجل ان هي تكسب معاها موقف معين او لقطه معينه وتروح يستقبلوك وتسلموا عليك ومش عارف ايه وكلام زي كده. فدي دول بالمدخل بتاعها انا هشتري منكم صفقه سلاح، بس عايزين والله لما نيجي عندكم تظبطوا لنا الدنيا ويبقى الاستقبال بشكله كذا ومش عارف ايه وكلام زي كده. ده وصل بالحضيض انه يرشي رئيس كوريا الشماليه. ما عندوش اي مشاكل وفي نفس الوقت زي يعني لو فيها سبوبه حتى لو هي مثلا مليون 2 مليون ما بيقولش لا، يعني راجل بيطلع على يقول لك انا عايز الفكه اللي معاكم. ما عندوش مشاكل ايا كان المبلغ وضيع اللي هو بيجري وراه، ما عندوش اي مشاكل اي حاجه اي حاجه من اي حته اي مصلحه ما بيقولش لا. هو راجل بيعلن كلام صراحه، يقول لك انا اي نحتايه زي ما اي القرش هجيبه السحتوت هبقى حاسبكم عليه مش عارف يعني ما بيخجلش من هذا الامر يعني. طيب على الجانب الاخر قال السيسي انه يجب تعزيز التكاتف الدولي لمواجهه المخاطر الامنيه المشتركه وايجاد حلول جذريه لاسباب عدم الاستقرار خاصه في الشرق الاوسط. جاء ذلك خلال استقبال السيسي عددا من كبار الشخصيات الدوليه المشاركين في اجتماع المجموعه الاساسيه لمؤتمر ميونخ للأمن المنعقد حاليا في القاهرة، ذلك أيضا بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. إذن السيسي بيوصي يعني أو بيتكلم عن وجوب تعزيز التكاتف الدولي لمواجهة المخاطر الأمنية المشتركة، وتحدث عن أمن الشرق الأوسط، وكأن يعني الأمن والأمان ما شاء الله متوفر في مصر، والآن بنبحث عن الأمن والأمان في بقية المنطقة والشرق الأوسط. يعني هي دي سمة من سمات هذا الرجل وهذا النظام، العملية بتوسع معهم دائما. يعني يروح على دول الخليج ويقول لهم مسافة السكة وخط أحمر وأمنكم أمننا وما إلى ذلك. طب ما تخلص المشكلة اللي عندك في سيناء قبل ما تفكر في أن أنت تخلص المشكلة بتاعت الدولة دي ولا الدولة دي من الدول العربية. يعني اديهم حتى مثال، قول لهم أنا قادر على أن أنا أحميكم، قادر على أن أنا أخلصكم مشاكل فلانية. إنما أنت واقع في مشكلة مش عارف تطلع منها في بلدك وهي كلهم ألف نفر ولا مش عارف ايه، ورايح تفتح سدك وتقول لهم هعمل واسوي وخط احمر والخليج ومش الخليج، طب منين يعني؟ نفس القاعده الثانيه ان دايما حاميها حراميه، احنا عايشين في الزمن بتاع حاميها حراميه. يعني تلاقي مثلا دوله عظمى زي الولايات المتحده تقعد نهار والليل يتكلموا على محاربه الارهاب، وهي اول او اكبر دوله صانعه للارهاب في العالم. نفس الشيء النظام ده بيتكلم على امن واستقرار وهو اول مهدد للامن والاستقرار في المنطقه. هذا النظام إن لم يقم بهذا الانقلاب العسكري كانت مصر سوف تصبح يعني كنا سنرى نموذج آخر من نموذج التونسي المشرف. انتخابات وصناديق وناس محترمة وناس بتتكلم لغة سياسة، مفيش حتى لما بيواجهوا خطر إرهاب وعندهم خطر إرهاب
بيعرفوا يواجهوه بالطريقه وبالحجم بدون الغوغائيه اللي دايما بتحصل في مصر، ان الدنيا كلها تبقى قايمه على رجلي عشان خاطر الارهاب. لا، بنحط الحاجه في حجمها صحيح، لان المتحدث بيمثل الشعب فعلا، مش بيمثل مصالحه ومصالح الانقلاب بتاعته. طيب نخرج الى فاصل قصير استاذ احمد. مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نواصل، ابقوا معنا. مسيره ثانيه جايه، اعدادها كبيره برضه جايه في على مرمى من البشر كده في الاتجاه برضه. وسيحكم التاريخ علي وعلى اسري، قرر الرئيس محمد حسني مبارك. هل في واحد مصيب بجرح او هل في واحد مصيب بطبخه راس من عندنا؟ شحتان واكبر معوق لحركه الف ايش باخر 3-7 الف قتل ايش دوله حقيقيه. وسيحكم التاريخ علي وعلى اسري، قرر الرئيس محمد حسني مبارك. هل في واحد مصيب بجرح او هل في واحد مصيب بطبخه راس من عندنا؟ شحتان واكبر معوق لحركه الف ايش باخر 3-7 الف قتل. السلام عليكم وأهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من مباشر مصر. عود ورحب بضيفي الأستاذ أحمد حسني الباحث في مركز حريات. أهلا بك من جديد أستاذ أحمد. والآن موعدنا مع هذا الكليب لمواطن يهجو السيسي بطريقته البسيطة، ويبدو أنه كان من أتباع أو من مؤيدي السيسي يوما ما. نتابع ماذا قال هذا الرجل البسيط الذي عبر بكلماته البسيطة عما يدور بخلد الكثير من الشعب المصري. نتابع ماذا قال ثم نعود. رسالة ببلغكم فيها ان احنا بس اللي في الاصلاح الاقتصادي متكعبلين، ويا ترى احنا في حساباتكم اصلا ولا احنا ما احناش محسوبين؟ ما احنا الشعب يا رئيس، ما احنا الشعب اللي وقف في ظهرك وبإشارة منك مالينا الميادين يوم 30. احنا اللي لما قلت فيه ارهاب قلنا لك احنا الموت والمكفنين. ده كلام مواطن مصري بسيط في كلمات وجيزة وسريعة. اتكلم عن اصلاح اقتصادي، اتكلم عن سيناء، اتكلم عن الظلم، تكلم عن البرلمان واللي بيشرب من دمنا، طالب بتفعيل قانون الرحمة والإنسانية. لما بتسمع يعني صوت هذا الرجل، يعني كيف تستشعر؟ ما الذي تشعر به أستاذ أحمد؟ الحقيقة يعني بالرغم أن الصياغة جميلة والوزن اللي هو صاغ به والكلمات أطفى عليها جمال أكثر وقوة أكثر، لكن الحقيقة يعني أنا بيحزنني إن مواطن مصري يظن إن هو بيتكلم على الواجبات اللي هو بيقوم بيها، وده كلنا بنرحب بيه طبعا، الوقوف بجانب البلد والوطن وما إلى ذلك في كل المواقف، دي واجباتنا كلنا، واجب علينا كلنا. لكن لما تيجي تتكلم على حقوقك، هي مش منحة من الرئيس عشان تقول له هات يا رئيس وشوف لي قانون حنية وإنسانية ومش عارف إيه، لا، هذه حقوقك، لازم تبقى زي ما أنت فاهم أن أنت عليك واجبات لهذا الوطن، أيضا هناك حقوق لك كمواطن لابد أن تحترم، وتحترم بمعنى أن هي تجيلك وأنت معزز مكرم، مش أن أنت تشحتها أو ترجوها أو يعني تتذلل من أجلها، لا، احنا عايزين مواطن مصري عنده عزة وعنده كرامة، عارف يعني ايه واجب، جميل جدا، لكن ايضا عارف ان ليه حقوق وحقوقه لازم تجيله معززا مكرما. جميل. خلينا نتابع يعني في ظل أزمة الأمطار الشديدة التي ضربت مصر الأيام السابقة، والتي على إثرها مع الأسف يعني مات فيها 25 مواطن مصري من رجال ونساء وأطفال وشباب، مع الأسف بكل الفئات العمرية، في الصعق بالكهرباء وانهيار أجزاء من المباني وحوادث على الطرق، كله عشان شوية مطر. لكن كان هناك يعني إيجابية أيضا من المواطن بطبيعة الرحمة اللي موجودة في الإنسان. خلينا نتابع هؤلاء المواطنين ماذا فعلوا ثم نعود.
انهي ولا ايه؟ لا كمل انا يعني. طبعا ده يعني بيعمل عازل على العمود، عمود الكهرباء، عشان ما يتكررش المشاهد، مشاهد الصعقة بالكهرباء فقط بمجرد المرور إلى جانب هذه الأعمدة، أعمدة الإنارة. ورأينا المشاهد التي تدمي القلب الحقيقة في الأيام الماضية. عودة إليك مرة أخرى أستاذ أحمد، حول أيضا فكرة الإيجابية من المجتمع. طبعا هذه ليس المشهد الوحيد، لان هناك مشاهد نعم كثيره. نعم شاهدنا عده مشاهد. نعم. الحقيقه يعني التفاعل الناس، وزي ما حضرتك قلت روح ايجابيه، شايفين ان ما فيش حد بيعمل حاجه، ما فيش مسؤول بينزل يشوف المسؤوليات اللي عليه، بل على العكس يعني التصريحات كلها تصريحات يعني مجرمه. تصريحات مجرمه، وكانهم بيقولوا الناس ايه يعني اما تموتوا، احنا هنصرف لكم مليارات عشان نحافظ على حياتكم، ما تموتوا، احنا عندنا 100 مليون ولا اكتر من 100 مليون، ايه يعني لما مره ولا مرتين في السنه يموت لنا 25 في اليوم ده و25 في اليوم دوت، ايه المشكله يعني؟ عايزين نصرف مليارات عشان بنيه تحتيه وعشان اصلح صرف صحي وعشان اعزل عواميد نور ما تكهربش الناس، والمصاريف دي كلها يعني عشان احافظ على ارواحكم، نجيب بيها قصر، نعمل بيها قصر ينفع، احنا بنبني دوله، نعمل بيها مدينه اداريه جديده، هي دي الحاجات اللي تبني دولة. إنما هنبني دولة بمستشفى ومدرسة وناس تحافظ على حياتها، ما يروحوا. فيعني الرسائل الإيجابية بالرغم من هذه الإجرام، هذا الإجرام من المسؤولين في حق الشعب، لما أشوف الروح الإيجابية دي شيء جميل جدا. حتى هذه الدولة، هذا النظام الفاشل، يعني ممكن حتى يشتغل على أن هو ينظم جهود الجماهير، الجهد الشعبي في مواجهة هذه الكوارث. النهارده الراجل اللي نازل دوت ممكن هو نفسه يتعرض طبعًا لخطر طبعًا. انما لو نزل معاه مختصين من الادارات المختلفه، حتى الكهرباء، حتى ممكن ان هم يؤدوا الوظيفه بصوره اكفى وتؤدي الغرض، ودي شغلته، حتى نظم هذا الجهد الشعبي. الناس هي عايزه تنزل تنقذ اي حاجه، نظم الجهد الشعبي دوت واطلع منه بنتيجه، حتى يعني بيقولوا نص العامة ولا العامة كله عملية مسكنات، لكن حتى دي شارك فيها مثلا عملية مسكنات، ده بيطلع يقول إجرام. يعني بيقولهم أيوة أنا هساهم في أن أنا موتكم، واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد حسني، الباحث في مركز حرية للدراسات، كنت معنا ضمن هذه الحلقة من مباشر مصر. شكرا لك مرة أخرى على وجودك معنا. شكرا لكم وجزاكم الله خير. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، وحتى نلتقي في